أذن للحديث عن بعض التفاصيل فيما يخص حركة الدولار اليوم معنا محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد. إذن أماني صباح الخير لك. الدولار كيف ترين أنه يتعاطى اليوم، خاصة بأنه لهجة الفيدرالي الأمريكي بحسب آخر يعني الترشحات أنه يعني يغير إلى حد ما من اللهجة ويكون هناك بعض التباطؤ في عملية التجديد النقدي ورفع الفائدة، فبرأيك كيف يتعاطى الدولار وبعض العملات الأجنبية مقابل هذه الفكرة؟ صباح الخير. طبعا يعني بدأ الدولار الأمريكي في نوع ما اتجاه جديد قبل نهاية العام الحالي، طبعا بعد محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي أكد على نوايا أغلب الأعضاء في بدء تغيير الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية في 2023. أغلب الأعضاء بالأمس دعموا احتمالات يعني تخفيف وتيرة التجديد النقدي، طبعا بسبب أن يعني نوعا ما الأوضاع الاقتصادية تستدعي تخفيف وتيرة التجديد النقدي، وبعد بيانات الاقتصادية التي صدرت بالأمس والتي أكدت يعني على بيانات مخيبة للآمال في أغلب القطاعات سواء قطاع التصنيع والخدمي، وبالتالي نوعا ما يعني بزادت التوقعات أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في يعني رفع الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية فقط في اجتماع ديسمبر، والتوقعات الآن أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي بالفعل في تقليل وتيرة رفع الفائدة في 2023، على الرغم أن هناك أعضاء أخرى أكدوا على يعني المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار، وأنه على الرغم من سيطرة الفيدرالي الأمريكي على وتيرة رفع الفائدة أو على وتيرة ارتفاع الأسعار التي وصلت لأعلى مستويات منذ ثمانينات القرن الماضي، إلا أن بعض الأعضاء رأوا أن تلك المستويات لا تزال بعيدة عن الأهداف المحددة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وأنه يتطلب يعني استمرار في رفع الفائدة. ولكن يعني الآن محضر الاجتماع أكد أو دعم توقعات المستثمرين بحيال يعني وتيرة رفع فائدة أقل في 2023، وهو متسبب في تراجع الدولار الأمريكي بقوة مقابل أغلب العملات خلال تداولات أمس. الآن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات يستقر عند مستويات 105. نعم، عندما نتحدث إذن عن ما يكتسبه اليورو خلال هذه الفترة ومع وضع الدولار، هل برأيك يعني اليورو يحوم عند مستويات لنقل يعني جديدة؟ هل سيكون هناك تطلع لمزيد من الارتفاع والاستفادة؟ على الرغم من الضغوطات التي يعاني منها اقتصاد منطقة اليورو والضغوطات على البنك المركزي الأوروبي سواء بالاستمرار في رفع الفائدة لمنع التضخم في الارتفاع، وعلى الرغم من أن هناك تداعيات اقتصادية سلبية على الحرب أو التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن اليورو استقر أعلى مستويات التعادل. الآن يشهد ارتفاعات قوية مقابل الدولار الأمريكي يستقر عند دولار و4 سنتات. التوقعات الآن تدعم استمرار ارتفاع اليورو على الرغم من أن الاقتصاد الأوروبي ليس في أفضل وضع يعني قبل 2020 أو قبل التوترات الجيوسياسية، ولكن تراجع الدولار الأمريكي ونوايا الفيدرالي الأمريكي كما أظهر محضر الاجتماع بالأمس على بدء تغيير السياسة النقدية قد يتسبب في تلقي دعم ليس اليورو فقط ولكن أغلب العملات الرئيسية وأغلب العملات على الصعيد العالمي مقابل اليورو. وبالتالي لو فعلا أكد الفيدرالي الأمريكي أو بدأ الفيدرالي الأمريكي في اجتماع ديسمبر بتقليل وتيرة رفع الفائدة ونواياه على تغيير مسار رفع الفائدة، فقد يتسبب هذا في استمرار ارتفاع اليورو وابتعاده عن مستويات التعادل. عندما نتحدث أيضا بنظرة سريعة على بعض الاقتصادات الناشئة أو حتى يعني بعض العملات مثل الليرة التركية، كيف ترين تفاعلها أيضا وفيما يخص أسعار الفائدة في تركيا؟ بالنسبة للاقتصادات الناشئة كانت من أكثر الاقتصادات التي طبعا تأثرت في يعني استمرار وتيرة رفع الفائدة الأمريكية بقوة منذ يعني 20 أو بداية عام 2022. بالنسبة للاقتصاد التركي إنه يعني على الرغم من أن أغلب البنوك المركزية يعني تتبع سياسة التجديد النقدي مع محاولات منع هروب رؤوس الأموال خارج البلاد بسبب طبعا الفائدة الأمريكية المرتفعة، كان البنك المركزي التركي يتتبع سياسة مختلفة تماما تضغط على أداء الليرة التركية بقوة، وهي سياسة خفض الفائدة أو الاستمرار في السياسة النقدية التوسعية، الأمر الذي تسبب في انهيار قوية لليرة التركية في 2022. ولكن طبعا يعني الوضع الآن وتخفيف وتيرة التجديد النقدي قد تدعم
بعض العملات، ولكن أيضا علينا الوضع بعين الاعتبار أن أصلا الاقتصاد التركي يعاني من ضغوطات قوية بسبب التداعيات السلبية الناجمة عن تلك السياسات النقدية، مثل ارتفاعات التضخم لمستويات قياسية لم تشهدها تركيا. وعلى الرغم أن يعني البنك الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في تخفيف وتيرة التجديد النقدي، ولكن معدلات التضخم المرتفع في تركيا تضغط على أداء الليرة التركية وتتسبب في هروب طبعا أموال المستثمرين الأجانب خارج البلاد. نعم، يعني بما أنك تحدثي أيضا أماني عن موضوع التضخم، يعني من المحتمل وهناك الكثير من المعلومات أنه يعني الآن رصد الكثير من رؤساء البنوك المركزية سيتتبعون أيضا خلفيات أو ارتدادات موضوع رفع أسعار الفائدة وموضوع التضخم وتأثيرها على التضخم. وأريد أن أذهب أيضا إلى الين الياباني، كيف ترين يعني تفاعل الين الياباني مع الدولار، وأيضا عندما نتحدث عن الصين والإغلاق لا يزال موجود، هناك الكثير من المعطيات الجيوسياسية التي تتحكم، فكيف ترين موضوع الين واليوان أيضا في التعاطي مع هذه الأحداث؟ بالنسبة لي يعني الاقتصادات الأخرى زي مثل البنك اليابان وبنك الصين الشعبي الذي أيضا تتبعه سياسات توسعية، على الرغم من أن أغلب البنوك المركزية كانت تتبنى سياسة التجديد النقدي ورفع الفائدة تبعية للفيدرال الأمريكي، كان مثلا بنك اليابان مستمر في السياسة النقدية التوسعية، لأن أصلا معدلات التضخم في اليابان لم تصل لمستويات تستدعي القلق وتغيير السياسة النقدية، ومخاوف الركود والانكماش التي لا تزال تحوم حول اليابان تسببت في البقاء على السياسة الحالية. الآن الفائدة لا تزال سلبية بالنسبة لبنك اليابان، وهذا ضغط على العملة بشكل كبير جدا حتى أنه وصل لأدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 1998. ولكن طبعا يعني التفاؤل الذي أصبح يسيطر على الأسواق حيال تخفيف الفيدرالي الأمريكي وتيرة التجديد النقدي تسبب في دعم طبعا الين الياباني، حيث يستقر الآن دون مستويات 140 ين لكل دولار. نعم. وأغلب التوقعات أن استمرار رفع الفائدة أو استمرار تقليل وتيرة رفع الفائدة قد يدعم استمرار نوعا ما أو استقرار الين الياباني مقابل الدولار. شكرا أماني رشيد، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. صباح الخير مرة جديدة.